أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، وهذا السائل يقول: والدي مريض ولا يستطيع إدارة أمواله، وقام بتوكيلي من المحكمة بإدارة أمواله وجميع ما يخصه من نفقة على أولاده وغيره، حيث توجد له امرأتان. الزوجة الأولى لها 5 أولاد وجميعهم متزوجون، وله منها ابن عمره 25 عاما وهو غير متزوج. والزوجة الثانية لها 5 بنات قصر وأبناء قصر وابن عمره 20 سنة. السؤال: بحكم أني أنا الوكيل، آمن من فضيلتكم أن توجهوني بالطريقة المثلى في كيفية العدل في النفقة على الأسرتين سواء المتزوجين أو القصر، وهل هناك طريقة معينة لهذا شرعا أو يكون الاجتهاد مني على حسب حاجتهم؟ النفقة على زوجات هذا المريض واجبة، لأن تعطي كل واحدة ما يكفيها، تعطي كل واحدة منهن ما يكفيها، ولا تفضل بعضهن على بعض في الزيادة عن العدل، هو إعطاء الكفاية فقط. وأما الزيادة فلا يجوز أن تخص بها بعضهن دون بعض. وأما الأولاد فالقصر أيضا تجب نفقتهم فيما يحتاجون، تنفق عليهم قدر حاجتهم. وأما الكبار، أما الكبار والمتزوجون فهؤلاء إن كان لهم موارد، إن كانوا يكتسبون ولهم موارد، فليس لهم نفقة في مال والدهم، لأنهم استغنوا بكسب يغنون بها. أما إن كان ليس لهم موارد ولا يستطيعون الكسب لمرض أو لعائق من العوائق، لا يستطيعون الاكتساب، فلهم النفقة من مال والدهم بقدر حاجتهم، بقدر حاجتهم وحاجة زوجاتهم وأولادهم، إذا كانوا ليس لا يقدرون على الكسب، كانوا معوقين ولا يقدرون على الكسب، فهؤلاء لهم النفقة في مال والدهم بقدر كفايتهم.